بلشت مسيرتي بعالم السيارات لما كان عمري 15 سنة من خلال الكارتينج. بعمر 18 كان أول ريس لإلي على الهيل كلايم. من بعد 4 سنين إكسبيرينس على حلبة ياس مارينا سيركت ودبي أوتودروم، هلأ صار وقت طور هيدي المهارة من خلال أودي سبورتس بإنترناشنال ريس على حلبة نورس رينج بجرماني. بوعدكن لحط كل خبرتي بهيدا الريس لقدم أحسن أداء.